صباحه صباحه يا سيدنا. ايوه 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 هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح فل يا راشد. صباحه. اصحى يا منطقة لينا احنا جينا. صباح قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشوط. تبقى ايه وشك كده يا سلية؟ عايز ايه علي على الصبح؟ طبعا الفلس تتكولي. اهلا اهلا. شفتها فاتت تنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ تأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انت فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت. هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا استبكول. يوه الله. عسلية. انا ده بركبها في ميكروباص. لا اله الا الله. هو انت هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. يا علي يا راشد. يلا انجز. انت بس تبرمك. سلام سلام. خلاص ربنتها عندي. خلاص استدراك. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي. خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص استدراك. تحفظك. اتفضل. دعينه مني ودعينه مني. الله يا أزرقاتة. يا وحشني الوتر. ادخل يا أخوي. الله بقالك تلات أيام غطسان. مالكش حد تسأل عليه؟ أنا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. لا الله ابن عمك واقف. هي شقاوة وقلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. انا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر يا ستوب. احنا ما استغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركة انك جيت. مات. انا على لحم دماغي من الصبح. بقالي تلات ايام. تلات ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه ايوه. قمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه تتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول لي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. ون
الو 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 كان اي سبيك تو سوا بليز؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص. الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز. نو مدام نوت هير. وين شي از جوينج تو بي باك؟ شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير. هو سبيكينج بليز؟ اتس مستر جو. مستر جو هو ار يو؟ ذس از Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. And we try. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك، كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول؟ هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل. منك بس راضي عني، والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل، ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معاهم بقى. لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده، حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه، ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم. بس هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء؟ انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيه. ماشي يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. وهتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. تعرف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبي. فيكي ايه من دول؟ متغيرة كده و... فيكي حاجة؟ Are you in love؟ لا love ايه بس؟ مفيش الكلام ده. انت هتتكسفي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو you're in love مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين هنا اول مرة اسمعها. Glowing يا سالي يعني you're shining, تلمعي. مالمة؟ حبيبتي من جوه طالع على بر. بص حضرتك زي ما انت عارفة أنا من منطقة شعبية، والناس اللي زيك بيعرفوا أحوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخة طيب روحي هاتيلي المحفظة. اتفضلي. ثانك يو.
خدي دول. ايه دول يا هان؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هان، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه، our life is short okay، هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطه ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه okay. حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكرة. جود نايت. يا لهوي على الشغل اللي بتعملها المخدرات. ايه سلامة الوحش؟ اسكت يا اخويا، دي بقت حارة لا فيها نخوة ولا جدعنة. وبعدين بقى فيلة القيمة دي؟ ربنا يستر علينا، أنا مش صعبان عليا في الليلة دي كلها غير البت عسلية مطوطة في النجاسة أوانطة. تسلم الإيادة يا كبير. عسل شكرا. تحب شطه؟ ها؟ لا انا من غير شطه. بس بقى ست زي ما بقول لك، انا راجل كسيب وصنعتي مكفي واقدر منها افتح بيت. طب وانا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، انا عايز اعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ عايش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فطون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموع 98 وكنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. أصل مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها؟ تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا حسن؟ انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط، بس فتون انا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. انت بتاعتي، هتشوفي. ايه ده؟ يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا، والله خطوه عزيزه يا باشا.
يا صفو شيء معايا عظمه دي اهو انا اسبوع كان على هناك اي بنت حاسبه يا بنت يا عامله يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره يا ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل ده ده عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوكه والكهن اللي انتي فيه ده ربنا يسامحك هيسامحني يا اخي لكن هيسامحك انتوا بقى ازاي قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحاره كلها وكل شويه راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال انت قالت لي ادب يا فتحي انا قالت لي ادب يا فتحي علي ما تصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقه بره يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسليه حاسي انت بقى انت ايه موتيها ولا ايه بس ده كهن النسوان اللي عندك يا ميد البنت ده كهن النسوان يا بنت يا مفتر العين اوعي ولا اوعي يا خلاص يا مرقه خلاص جري يا علي قرون تعالى علي قرون اللي بناها كلها تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه واللي يشوف حاجه يجي وانا اوري مقامه من النهارده فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتسفر بوشوشكم يلا مات الكلام يلا 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 عليك لو هو يا يلا راشد الحكومه قفشته في اسلوب الله خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك يلا وش انا اسمر جوه اخيرا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجه حدش له كلمه استغفر الله العظيم مالك يا بيت مش هتقولي لي مبروك 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 على ايه على الجرسه هو انت ما بتحسيش حلك حيل هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل هو مين ده اللي مسجل يا بنت هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل ما انا خلاص هتجوز وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا جواز وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك الا علي علي ده سيد الرجاله لما يقول كلمه ينفذها ده بلطجي يا فتون بلطجي ونصاب بحبه بجد وملكش فيه طب وانا انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بنت ده انت خدامه ازيك يا متولي؟ ازيك يا متر؟ كل سنه طيب؟ مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام، عمر. هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل. وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. اتفضل. حسام المهداوي المحامي ألف سلامة بقولك إيه
ما تيجي بره لياسر يتكلم كلمتين. كلام ايه؟ انا ما عنديش كلام. لا. انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس معلش. تعالى اجمع. سلامة معلش. ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر ابيض. ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجارة. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش مستعمل مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوق ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامه. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. الحمد لله على سلامتك. ده شيطان. تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي أوريكي الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا حاج. منا ومنكم يا ولدي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يابا؟ الحمد لله. بس انت زي القمر. يا سلام، عرفت اني راجل يا طيب انها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخذ مني نعمه النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي خليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج. خلاص كده منلاقي احبابه؟ ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركة، ربنا هيخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي؟ ده انا ما تقلقيش، أصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية إحنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات أنت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يابا. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ آه، أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى لناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. اعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. أبو هناء معزوم. معزوم؟ أنت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات. وماله؟ خلينا أب فرش، تخليها تقلب درماغها.
لا وأمانة ربنا كمان أبو هناء عم الجدعنة كمان. مساء الخير عليك. مساء النور والجمال والهنا. واحنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحة. أجي ألاقي البارتيتا منصوبة هي هي. مالك يا عسلية؟ اعتبريني جوز أختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي. يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بزوق ليه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. الا قول لي يا علي، وانت صحيح لقيت شغل زي ما فتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه فرح اختك. ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ وانت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل. راجل كسيب. مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقه قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا. يا عم ايه ده، انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا. مديك 100 والناس شهاده. انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت انت؟ شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هات لنا صوره. غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات لنا صوره عندك. حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد. حبيبك؟ لا حبيبي إيه، ده خطيبي. أنت
تقدري تقولي لي هو عنده كم سنة؟ كم سنة اشمعنى؟ عايز أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل بثلاث أيام يوم 18. أنت عقرب؟ إيه عقرب ده؟ لا أنا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده؟ أنت لسه هتقرا؟ لا يا تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجة واحدة. إيه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ آه لا دي معرفهاش معلش، عديلي دي. اسمعي كلام، اتصلي بيه واسأليه من غير ما تقولي له على الهدية. ماشي هسأله، هسألوش ليه؟ ألو ألو عاملة إيه؟ أنا كويسة. خدي حاجة، خدي عسل. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش. يا بنت قلت لك أوي روحي بقى. بقول لك إيه، هسألك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين ماشي؟ آه. أنت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي قلت لك بعدين. يلا سلام بقى سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن يا سلام، الله اكبر ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهدي بيها. اتفرجي بقى. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك. الف الف مبروك. سلام بقى سلام. بصي بقى الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف بين الاحباب لغايه الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي بس صنعته متكلفه. Thank you.
باله بنفسي وتعب روي ويايا عشان مش راضي على نفسي يا روي ومش شايل هاجو ايدينا فوق اسمع لابس وشي مش وشي يشوفني في كل جبل واقف عامل اني ما بخافش لكن دايما بكون خايف صحيح البخت جاتني ومات وديني كمان ما وكل يوم بكون على حال اعمل ايه بعد تعالى يا حسن هعرفك على اختي فتون يا فتون تعالى يا علي علي جوز اختي الحسن تعالى يا رحمة تعالى ايه علي يا فتون تعالي الحسن يا فتون فتون اختي اهلا يا اخويا يا حبيبتي مالوش في الكلام ده هتقعد شويه كده وتشرب لك ازازه قلت لك مالوش في الكلام ده هو جاي يبارك نمشي على طول يبارك فيك يلا يا حسن تعالى عايش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على تكة بداري القاها بالضحكة أخذت ليه لصالح بقاله كتير عايش فيها على تكة ركز معايا هاني ربنا ويحرمني يا حسن ما تتصورش أنا مبسوطة قد إيه بمديتك دي بقولك إيه؟ مين الواد الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده عيل مبرش ملوش أي لازمة تلاقيه مش داري باللي بيعمله يبقى ابن عم العريس والغل اللي كان في عينه ده وسند ورشاشات الواد حاش نفسه عني بالعافيه ده كل اللي في الفرح ما اداها منين انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو يعني عشان اسيب العرسان بنت الدخله وكده انا تكره ولا عايزه حاجه لا مع الف سنه ايه ايه لا عايزه حاجه طبعا افتكرت انا جبت لك ده هديه حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجة مطيبة يعني حلو من الآخر ده بقى ما يتقلعش من إيدك خالص مفهوم؟ لا عايزة سلامتك محمد رسول الله استنى تليفون مع ألف سلامة استنى تليفونك يا حسن قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي مش برد عليك كده خش غير وجهي تعالى يا الحسن مالك يا حبيبي تعبان يا حاج مش مبسوط ليه احكي لي انت عارف ابنك يا حاج عمره ما كان بتاع مشاكل ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد انت دايما مربيني على كده من اول يوم بس انا شفت في فرح اهل عسلية النهارده وجع قلبي الناس دي مش شبهنا حاج مش شبهنا والله وعسلية عسلية اللي وعدتها وربطتها بيك شوف يا الحسن في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد نيجي بقى للي انت فيه دلوقتي لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح صعب تعمل الحسن ربنا يخليك يا رب بس بسم الله ما شاء الله الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال الحسن الحسن ده ملاك نازل من السما بس ربنا يستر يا مميز وتكمل على خير الله ان شاء الله يا اختي تكمل على خير ايه قلقانه من ايه
اصل بقالي فتره كده بحلم احلام غريبه، بصحى من النوم مرعوبه يا ام ميزو. انا الشيطان الرجيم. تعالي اقعدي جنبي كده وتدفعي على الشمال واحكي لي مين شفتي ايه. مرة شفت حد بيقص لي شعري، وشي سناني بتقع، وشي اسود، ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادرة اخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته ايه ده يا موميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي. انا مش قادره اشرب حاجه. امسكي، انا تعبانه قوي. انا ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا معروف. احنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك. يبارك في عمرك ربنا. عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض انا قابلته على السلالة. مبروك يا عارف. بارك فيك يا سيدي. الرجالة راشد، صباحين بركة يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجة. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجة لحد، انا عروسة. خش اعمل لنفسي. اعملي لنا شاي يا تونة. طب جاملني يا اخي، ده النهاردة صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد. دي بقت حاجة تاني. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. هي مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك قامتني. تاخد كم معلقة سكر يا راشد؟ معلقة. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقة. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضية بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لا اتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص. الأسبوع الجاي. مبسوطة؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي أنت بتقوليه ده. أيوة، آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلت لي تعيديه وتزيدي فيه تاني. يا ست أنا حر. أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. ايه ده، انت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت ابني هو حد لاقي كوك. ده انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه، بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى تاني دي هروين يعني. بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب، ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه، حتى انتي دي بقى لها 10 سنين والست تمام، هي مفيش اي حاجه. سلام. سلام. انت ده ايه بوجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي، غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه، انا مش هعمل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح؟ ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي، ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20000 واخر اسبوع يبقوا 22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي.
يو كل حاجة قفش، كل حاجة قفش. خدي هنا، رايحة فين؟ أنا رايحة بتوعي. رايحة؟ طب بعد الجواز مفيش شغل كمان على فكرة؟ لا والله لا، أنا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل، أنا بشتغل من وأنا صغيرة ومش هيحصل. طب أنت عارفة أنا مش هتشتغلي ليه؟ ما يهمنيش، قعدني. يا بنت عشان بغير عليكي. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام، فرقت يعني؟ اه طبعا، تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكه. ونجيب شويه اجهزه، ونظبط اوضه النوم، ونروق الشقه والدنيا تبقى. 8000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبلة وبيشتروا سلسلة صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده انت تستاهلي وزنك ده. ما تلبسي دهب زي بقية الناس. بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكة بكام ولا عفش بكام. تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحة وزغروتين وخلصنا، ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزة نتجوز بسرعة يا حسن. عايزة ابقى جنبك. يا لهوي يوبا. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معي. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي، ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال. حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو انك واقعه في غرام حبيب القلب ومش صربعه. الصربعه الحلال يا فتونه. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم، ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسألهولك، هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربيه. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. مساء معلم. فين راشد؟ راشد قال بوزه علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهاردة. لا ربنا وربنا خش له. ولو العصفورة ابتدت منك يا حلو. خش وليه جوه لما اطلع عوارك راشد. ده بجد؟ ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راش الكلام صحيح. قوم يا راش، مفيش نتايه تستاهل وربنا. عسليه تستاهل يا عم، مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد، خلاص البيت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبنا ونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلبي عليك يا صاحبي. قوم يا راشد. سيبنا ونش دلوقتي. خلي عينك عليها. تمام. ولا الضالين. آمين. آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا معالي شهرين والشقة تبقى زي الفل.
تنزل العروسه تجيب اوضه نومها زي ما هي عايزه. كده كده على السخن. وانت موافقه يا اختي باللي بيقوله ده؟ انت بتساليها؟ تلاقيها هي اللي عايزه كده اساسا. وماله؟ خير البر عاجله، واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع وراك يا راح فين بس يا راشد؟ على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا عم من هنا لعورك. انت طف تحب هنا؟ يلا ده حاره وسخه صحيح. شو يا بس جوه يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيدي المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. الباقي سبق يا علي كتير. حبيبك عيسى يا معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه يا علي؟ روي سلام يا روي. سلام يا علي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولات؟ لا. عسل ايه؟ دي اختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولات. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتوهم.
لو سمحت مكتب وكيل النيابه من هنا قدام على الشمال. يلا اخويا انا لسه كلام شاطي يا فدون. ايوه يا اختي ايوه ودك ازاي يا فدون؟ الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح. تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع اخلع كلام شاطي يا فدون. يا لهوي يا فدون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي. اروح فين؟ اوعى تمشي. يا عسل. ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ ايوه التليفون اللي جالنا خلاها ننضف المطرح كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجر. يا ابو هناء يا ابو هناء بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايلك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني اشتريها انا؟ الشغلانة بتاعتنا دي يا راشد محتاجة راجل، وابن عمك طلع عجلة. تمام. اقعد يا ونش. خد على خطه. سلامة خطو. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ أنت اللي كنت فين؟ وأنا لازم يعني أكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عاجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون على اللي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاء اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه ما لم تكن مطلوبه على ذمه قضايا اخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي اسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمه تحقيقات على ان يراعى التجديد في المعاد. يا اختي بس من الاسم. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء؟ ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر هيضيعني الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده. قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوتر. حاضر، روح معاه الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجي لك الاسم.
انت بس ليه يا بنت؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجي لك على طول. همشي معاك اهو، ماشيين معاك. مش على خلقه يا ابني لوحدي. مين ده اللي ما يغلاش على خلقه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، استهدي بالله يا عم جميل واحتسبوا عند ربنا في الجنة. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه، بس الحسن فين؟ لا إله إلا الله، وحيد الله. بس الحسن فين؟ ما تعملش في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي. اه يعني رايحه فين؟ رجلي نملت، قلت انزل امشيهم شويه. بالمنظر ده واللبس اللي عليكي ده، فين الروج الموف؟ صدقني انت ما عندكيش دم، انت مش حاسه باللي احنا فيه؟ ما تردي عليا انا بكلمك. انت عايزه مني ايه يا عسليه؟ عايزه اعرف انت رايحه فين كده؟ راح اجيب نيله فلوس من غنوه. هي غنوه يتحط لها المكياج ده كله؟ اه يتحط لها مكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير، وعايزه ادفع عربون المحامي، وبعدين التلاجه اللي بتلقى جوه دي فاضيه. هناكل ايه؟ هناكل انا وانت طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل. اقعدي انت يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قوليلي. الحسن سابني ومشي يا عسليه، سابني لوحدي ومشي يا عسليه. الله يرحمه يا رب، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسليه. أنا كنت متأكد إن أنا حموت قبل منه، بس أمر الله، أمر الله. ها
وسابني لوحدي. مش عاوز اكمل في الدنيا من غيره يا عصمت. هو مش في ايدينا، يا ريته كان بايدينا يابا. الحزن ده كان احلى حاجه حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجه اعملها لك يابا. كتر خيرك، هتعملي لي ايه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجه، ياكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عامل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنتي. لا بالحق يا ابو، مفيش حاجه عن اللي عملوا العمله السودا دي. مفيش يا بنتي، بيقولوا قتلوه علشان موبايل بألف جنيه، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. الوكيل سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي، ابني حبيبي سابني ومشي. الله يرحمك. مش نفسك كده يا بابا. الله يرحمك. لا وايه، وهو اصلا ما رضيش وقال له ربنا لو جه هيموته في الحته اللي هو اللي عايزها. اتفضل في باب البارع على راس الشارع هنا. والله يا صاحبي. الحق صاحبك، شوف رقم العربيه مع مين. وبعدين اللي معاه محسن ما. الله 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 الله، الواد الفرفور ده. ايه يا عم السين؟ خبطني ليه يا سيدي؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. عورتني. طب بس حاسب المطوه دي لما جيتش جنبك. نازل ايدك يا. طيب 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 خلاص اهدى بس. طب اهدى بس، اهدى. طيب البنت اللي كانت جنبك دي انا ما كانش جنبي بنات. اسال السؤال مره كمان، عيال حرام من دي لو ما ردتش عليا العوره. اقول لك اقول لك اقول لك، دي بنت شاطر جايبها من الدقه، والله العظيم هي اللي جايباني هنا، هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت رياض. حاضر لو شفتك تاني بولا عليا الحرام ازعلك. حاضر هزعلك. حاضر. يلا سي اخلع ده فضلك. يلا هو من هنا يا واد، اخلع يا واد، اخلع ده فضلك. كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرابت قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوه وسالتها في قرشين وادتني 1000 جنيه. انت اللي دايما بتظني فيا السواب. يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. كلي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقول لي يا استاذ الحكايه دي هترسى على ايه؟ انا شاطر قوي يعني انك سامعني يعني. يا نهار اسود، لو شيخ المحامين ما يجيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشانك علي هاخد 4 بس. ماشي ماشي، هما يومين هديك نص الفلوس، بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه، غير كده مفيش. هات عليا يا فطور، ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي يا اخويا.
انا عايز اعيش معاك. ايه عايش معاك ليه؟ كنت عايزك تبقي حلالي. ايه؟ بس كنت علامة الرضا ولا ايه؟ هنجيب ب 8000 جنيه شبكة، هنجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى تمام. راشد. مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواتو؟ عايزك. تيه في ايه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات عالية. فتون؟ اه. مال؟ صباح الفل يا معلم راشد. صباح الفل يا صاد. اشتري منه. ماشي، هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقري واسلام. اه. شفتها نازلة على أول منطقة من عربية فخمة. سبتها. دخلت على الواتساب بيته، كان هتسير ميه عيل فرفور. سالته تعرفها منين ياه؟ قال ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطه يا رشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي قال. خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. تطرمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجه يا ونش، خلاص انا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعة الشمال؟ صاحبها خضرة. عارف اسود يا فتون، ده انا هضربها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولساني. انت اتخبلت يا راشد ولا ايه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين اقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي اذا زودت كلمه كمان. لبش بشبي ده انزل على دماغك وقطعك حتت. الله، قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي. كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش لحسن انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه؟ عندك تبنا الى الله يا اخوي. ربنا يديمها عليك نعمه. انا بقيت ست متجوزه وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوف يا ست المتجوزة، علي جوزك محبوس، يعني انتي واختك امانة في رقبتي، اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا، انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلفته. فتون، هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده، ما كنت دفعت انت المحامي. أنا عارف إني مش هاخد منك حق ولا باطل. وأنت أساساً مالكش حق عندي. طب هي كلمة مالهاش تاني يا فتون. لو عرفت إنك ماشية قوي بتاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راشد؟ آه بهددك. شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي أختك مبطوطة بيك ودي هتبقى مراتي وده آخر الكلام. سلام. غرفة داهية جتك القرف. مش عايز اسمع ولا كلمه. انا مش ناقصاكي. يعني اشوفك رايحه في داهيه يا فتون واسكت ما تكلمش؟ يعني على قوي ده بيت. لا يا اختي اتكلمي وماله؟ ادبيني. قولي الكلمتين اللي واقفين جوه زورك. يا فتون اسمعي كلمي ولمي الدور. راشد شراني وما بيرميش كلام في الهوا. وبعدين عنده حق، انت مرات ابن عمه. وحياة ابوكي. راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجاله دلوقتي وجاي على هواكي. الله، مش انت اللي جايبه لنا البلوه دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتون ابوس ايدك، خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. المرة اللي اسمها فتون دي واكلة دماغي هعبل عليها. اوعى انت تعمل كده، راشد لو عرف هيزعلك. صورتها يا بتتشقلط. بس لو هناء لو هي لحواسة كده، طب ما انا اقول لك.
حول يا وقلت الراشد كمان على كل اللي هي بتعمله. انت جننت يا بنت قطر. طب اوعى بقى تتزنق في المزلقه. صحيح راشد عايز شغل منك على الذمه بس هو مقشفر. اه ماشي بس بلغه ان اللي موجود الحلو ملوش في الحلو. فهمه بس ان ده اللي موجود وزباينها عندي ولو محتاج هيجي. انا عايزه يجي يابا. اشمعنى؟ فتون لا تفوق لنفسك يا ما تأذيش نفسك. اتجننت على فين يا ست الستات؟ رايحة اكتوبر. وانت رجعت الشغل تاني؟ اه رجعت الشغل. رحت لعلي طمنت عليه؟ اسكتي يا اختي. خد 45 استمرار حبس. طب بقول لك ايه؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما تروح الشغل. بعدين يا راشد لما برجع. ما تسيبها تروح شغلها وبعدين تبقى ترجع تتكلم معاك بالليل. مالكش فيه يا فتون. ونعمة عندك حق. ماليش فيه. دي بقت حاجة تقرف. شايفة عملية اختك؟ شايفة يا راشد وقلت لها تسمع كلامك وتتلم. ربنا يكملك بعقلك يا ست الستات. طب بقول لك ايه؟ هم كلمتين. كلمتين بس وبعد كده اعمل اللي انت عايزاه. انا مش شكلك يعني. هم كلمتين والله وبس. ماشي. أنا أشوف الكلمتين اللي عايز تقولهم لي دول. انت محلقة النهاردة يعني. طب وإيه الجديد يعني؟ ما أنا عارفة من زمان إنك عايز تتجوزني. مش بقول لك قاريني غلط تعالي بس نقعد. عايز اتجوزك تخافيش. عايز اتجوزك حاجه وبحبك وعايز اتجوزك حاجه تانية تفرق. بس انا دلوقتي مش فاضيه للكلام ده. انا يا دوب افوق من اللي انا فيه. يا ستي لو على المصاريف انا مستعد اصرف عليك انت واختك وقلت لك الكلام ده قبل كده حصل. اه حصل بس انا مش موافقه انك تصرف عليا. يا ستي انت غاويه مرمطه في الشغل. ما انا بصراحه يا راشد انا معرفش انت بتجيب فلوسك منين. وبعدين شغل النصب والحنجله ده ما ينفعش اسند عليه. فهمني يا راشد؟ فاهمك. طب لو قلت لك عسليه والله العظيم ثلاثه ربنا تاب عليا. خلاص اتعرفت على واحد غني جدا وهيشغلني عنده سواق. مش انت عارفه ان انا معايا رخصه؟ كنت شغال على عربيه ابو ناهد. يا عسليه يا عسليه انت اغلى حاجه عندي في الدنيا وانا مستني اشاره بس منك وانت اللي سايقه. لو لقيتيني رحت كده ولا كده قولي لي مع السلامه. فكري انت بس وقلبيها في دماغك. الجو حلو صح؟ ينفع كده عني كملك. مفيش ازيك؟ ازيك؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوبايه شاي وسجاره سنه. جرى لك ايه يا وياد؟ الله انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجله؟ صباح ده انا بقول لك بيت يعني سترة مش عربية. علي النعمة من نعمة ربي إذا ما تلميت لفرج عليك بولاء تمن. الله أفتو وأنا غلطت ولا إيه؟ البت ده أولى من الغريب. تصدق أه وأنت كمان أولى من الغريب. تاخد الشبشب ده. أوعى الشبشب يا بت. يا زبالة بتاعت العربيات يا شهر. رأيي أنا ده انت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز. اغسلي ايدك يا بت. لا ما انا مش عارف اعرقل ببلاش. يا انا انتي والسكك تجمعنا. وحياه معصوفه دول وما يكونوش على مرض. لا وريك بعد كده من ايدك على واحد ست يا وانت. خش يا حاج روح بيتك. ما تبصش يا واد امشي. خلي بالك على روحك يا ابنور. هنتقابل. الله ازيك يا راشد؟ عشان بحبك هعمل معاك الصح. دول بالاجل كده يبقوا 5000 جنيه. تمام. ده بقى تبيعوا تذاكر بتمانية تمانية ونص. ايوه يعني بيبقى عامل ازاي يعني؟ تذكره يعني نص جرام جرام الا ربع حاجه كده تكيف اتنين. ماشي تمام. تبقى زي كده. دي تباعها ب 120 جنيه، بالتليفون تلف وتدور ما تثبتش مطرح،
عشان الحلوه ريحتها بتطلع بسرعه. طب انا الواد ونش كان قال لي ان انت هتدلني على سكه زباين. اه في بنت اسمها منة بقالها يومين موحوحه على خط، هكلمها لك تقابلها بعد ساعه زمن، ويمكن تاخد منك نص الكميه كلها. لا لو كده بقى يبقى على بركة الله. منه انت تعرفي الديلر ده؟ اول مره اتعامل معاه بس امان يعني ابو هناء هو اللي مديني رقم. اوكي استنى هو بيتصل. ايوه لا انا مستنياك في نفس الحته اللي احنا اتفقنا عليها. اه عربيه باجيرو لونها سلفي. فضي فضي فين ده؟ انا مش شايفه. شفتك شفتك. يلا تعال. سلام. جاي يوم امان يا منة فيها كريم. قلت لك امان بقى ما تقلقش. شكله غريب قوي بالنوعي. شكله غريب ايه؟ في ايه يا عم؟ صباح يا راشد. اه ماشي. صباح الفل. صباح الفل. نتحرك من هنا عشان الدنيا قلق. قلق. تصدقي كان عايز ياخدني مع الشقة المعفن صوت الرجالة. يا نهار اسود. نبي طب نعزل بقى من الحتة المعفنة دي ونقفل الباب ده خالص. اه يا فتون زي ما بقولك كده نمشي من هنا. انا اخلي الصرصار ده يخليني اسيب بيتي؟ اسكتي اسكتي. هو زي ما اتطول عليكي مرة هيتطول تاني وتالت. لكري على حد يجيب رقبته. يا لهوي يا لهوي اروح منك فين بس يا فتون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا راشد شوف البلوه اللي احنا فيها. في ايه؟ ونش لطش فتون بالقلم في الشارع. نهار ابوه اسود. ونش مين؟ ونش بتاعنا انت متاكده؟ اه وكان عايز يسحبها على البيت كمان. وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغه، شكله كان مبرشم. هو اطلع لها كده من باب للطاق ولطشة؟ مستحيل. اهو النعمه الشريفه ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني. عيني عليا. ما انا جوزي في السجن ما عنديش راجل. ما الواد مسورك كنت نازله من العربيه يا فتون. هي قصه. ما قلت لك ابن خالد غنوه صاحبتي. الله. انت عايز مني ايه يا راشد؟ نتفق. على ايه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحاره كلها وقلت البيت ده يخصني هقولي لي بأمارة ايه؟ بأمارة ايه يعني ايه؟ بأمارة انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في أمارة اكتر من كده؟ ما هو راشد برضه عنده حق يا فتون. انت لازم تلمي نفسك شويه بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله. ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمه ملهاش تاني. عسليه من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي وبعد كده نبقى نتفق على الجواز. ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك. انت جاي تصطاد في الميه العكره؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته. ايوه يا اختي. هو في وقت احسن من كده؟ انا موافق بس بشرط. شروطي تاخد لي حقي من الواد ده. وانت خلاص اتذبح. الشبكه هتبقى اتضايق عشان محدش من الناس ياكل وشنا. وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها. هو انتوا خلاص شبكتوني جوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكم؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد. يعني يموت الواد؟ تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه. هو كان ابن خالتنا. ولا لا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيرك المكنه تنطط على حريم علي رؤيا ابن الكازمة؟ تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياة راشد لو جبت سيرة أهل بيت علي تاني اللي هم أهل بيت دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. فاكرني بهدتك يا؟ أنت عارف أنا ما قطعتش رقبتك ليه؟ عشان العش والملح وعشان أنت كنت مبرشم ساعتها. كفاية عليك كده. اللي جاية مش هتبقى في وشك. سامعين؟
ولا ليلة ولا يوم. كابوس تاني يا عسلية. طب خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي شوية المية دول. طب بقول لك ايه، ما تقومي تلبسي عشان نلحق الموسكي بالليل. نبقى ننزل بالليل. ما ينفعش، احنا لازم نروح ونرجع قبل ما راشد يجيب الصنايعيه. عندي مشوار مهم لازم اعمله الاول. وايه بقى ده المشوار المهم اللي اهم من انك تجيبي حاجتك؟ يا بنت ردي عليا. هما ساعتين، ساعتين هروحهم بعدين خديني مطرح ما انت عايزه. ماله يا اختي، لو مشوار مهم اجي معاكي. يا بنت ردي عليا عبرين، روحي مطرح ما انت عايزه يا ربي. اتفضل يا باشا. هنا اتفضل يا ست هانم. ايوه يا راشد، يا مظبطنا. واو. اه بقول لكم ايه، انا قدام لي بتاع 10 15 يوم كده، فلو عايزين حاجه انا بعمل نفسي بزياده. ايه ده، انت مسافر ولا ايه؟ لا عبال عندك هتجوز. اه مبروك يا راشد. الله يبارك فيك يا باشا. خد بقى يا راشد فلوسك اهي. تمام. مش هتعزمنا بقى على الفرح ولا ايه؟ يا سلام، ده انتوا تنوروا بورقه كلها. اي نعم احنا على قد حالنا، بس والله لو جيت اتشرف بيكم. قلت يا كريم باشا. اوكي هنيجي، بس امتى؟ ايوه كده، ايوه كده، والله عايش كلنا ورا في السيما. لا ما انا متاكده. تعالى يا عم جميل، عامله لك شويه ليمون ساقعين هيعجبوك. تسلم ايديك يا عسليه. تصدقي انا من زمان ما شربتش ليمون. بقول لك ايه، هو ايه يا بنتي، محدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. ها مش انتي برضو اللي هتتجوزيه ده يبقى قريبك، جارك يعني؟ لا هو قريب علي، جوز اختي اللي اتسجن. ما هي صوابعك مش زي بعضيها، يمكن يطلع احسن منه. ادعي لي يابا، انا خايف. خايفه من ايه بس؟ مش عارفة. أنا ساعة ما الحسن كان عايز يتجوزني كانت الفرحة مش سايعاني، وكنت عايزة أعرف الخلق كلهم إني فرحانة. خلاص بقى الله يرحمه. والنبي تدعي لي يابا. أدعي لك من قلبي يا بنتي، يبعد عنك كل شر ويهديكي للطيب. اتكلي على الله، ربنا معاكي. كتر خيرك يا بنتي، ربنا معاكي. على حاجه عملتها وانا رافع شريط، يعني حق ربنا المفروض ما اتحاسبش. ده عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. الله، الراجل يتحاسب على اي حاجه يعملها حتى لو رافع سم هاري. وانا من جهتي مفيش حاجه في نفسي منك يا ونش. اه ده من جهتك انت. خلاص بقى. الله راشد عمنا، بوس راسك. الله، ده خس صغير.
بس ما كانش ينفع يعني اللي عمله مع اخت المدام يعني كده. ايه الاخبار الحلوه دي؟ ما انا هتجوز عسليه كمان 10 ايام، انتوا معزومين طبعا. طبعا. الف بركه. الله يبارك فيك يا عمنا. مش مبروك. مبروك يا راشد. طيب. انا هروح بقى عندي كذا مشوار كده وابعد عليك عشان نظبط امورنا. وانا مستنيك. سلام يا عمنا. سلام. وربنا ما هسيبه غير لما اغوزه. اتك على الصبر. ده محتاج يتزق زقه يروح يونس ابن عمه. بس لما يسدد الحساب اللي عليه الاول. هنمشي منك يا معلم. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم علي إسماعيل شلبي وشهرته علي روي بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. كنا عارفين يا فتون. 7 سنين هيعدوا هوا. خلي بالك منهم يا راشد. مش كنت انت اللي تخلي بالك منهم؟ ما تقلقش انا خلاص هبقى قاعد معاهم. ازاي هتبقى قاعد معاهم؟ هتجوز عسلية. مبروك يا عسلية يا فتون. فتون خلي بالك من نفسك. علي خد بالك. ما تقطعوش الزيارة. راشد عيب عليك. ما تقطعنيش. علي ما تقلقش ما تقلقش. هيعدي هوا ان شاء الله. عادي. Thank you.